على ما التوبه تتحمر معانا عشان نكسب وقتنا، تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمل فطيره الجبنه القريش بالخضره. هنشوف نعمله مع بعض ازاي، بخبز المرجوج او بخبز الشراك او بالخبز العربي بديل للرقاق. ده رقاق بس برقاق بطريقه تانية، عشان لو مش عندك الرقاق تعالوا نشوفه مع بعض ازاي. العيش بتاعنا اللطيف الحلو ده كده اهو زي الفل، انا عاملها بطريقه جديده النهارده. معايا جبنه قريش، معايا خضره فلفله ملونه، بصل وتوم وبقدونس وشبت. الرقاق اللهم صل على النبي. حلو، جبنه قريش ورقاق زي الفل. هننزل بيه كده او نخليه على جنب. طيب ناخد الجبنه القريش بتاعتنا ونهرس ده كله مع بعضه عشان نشتغل في الطبق التاني بتاعنا على اللحمه بتاعتنا ما تستوي، عشان ناخد الخضر البهريز بتاعها. ادي الفلفله الملونه، حلوه كده الصوره يا شباب معاكم. زيزو زي الفل، دي الخضره. تمام، نقلبها مع الجبنه القريش بتاعتي. حلو قوي، هعمل فطيره كده هتعجبك قوي على فكره. انا مسميها فطيره خير الريف المصري والصعيد المصري اللي انا بعشقه، الصعيد الجميل. بقدونس ناعم، لسه 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 لسه، هو ده الحي، هو ده. بصل الاخضر، بصل الاخضر، بصل الاخضر. شفتوا وقعوا البصل، هو ده. بصل الاخضر. بصل الاخضر الجميل الحلو، الموسم بتاعه استغليه، استغل كل وقت وكل ثانية وكل دقيقة متواجد فيها البصل الأخضر والخس البلدي بتاعنا. مش موجود بالطعم ده في بقعة من كل بقع الأرض غير في مصر من الدنيا. هناخد شوية خضرة هنا كده، وناخد بقية الخضرة هنا. اللهم صل على النبي. طيب حطينا كده زي الفل. معانا يا عم الشيف بيض. تمام زي الفل. 1 2 3، حلو قوي. ناخد دول كده زي ما هم ونقلبهم مع بعض. الخضره الجميله مع الجبنه القريش، وجود البيض هنا، التماسك والقوه كله مع بعضه اهو. شفت الخضار مع الجبنه القريش بيتكلم مصر ازاي اهو. مش هتحطيش ملح، خلي بالك، اوعى تحط ملح، حط شويه كمون. شوية كمون اهو، شوية بابريكا زي الفل. ونقلب دول مع بعض وناخد يا عم الشيف بقى، كله منتظر الشيف هيجيب عجينة جلاش، عجينة رقاق من على الناصية بتاع الكنافة. لا خالص، معانا العيش الجميل الحلو بتاعنا. هنخلي الخلطة الحلوة دي كده ونجيب الكسرولة بتاعتنا اللطيفة اهي. اللهم صل على النبي. تعالي يا حلوة، مكانها هنا حلو عشان الاستاذ المصورين حبايبي اهو. اللهم صل على النبي. معايا سمنه بلدي مجهزه ومحضرها، باخد شويه سمنه بلدي هنا كده في ارضيه الكسرولة. ركزي بقى في الخطوه اللي جايه دي كده اهو زي الفل، واخليها على جنب. حلو، واجيب الرقاق الحلو ده كده اهو. اللهم صل على النبي. تعالى يا بطل، عايزه تعملي مسخن تستخدمي العيش ده، عايزه تعملي سندوتش شاورما تعملي تستخدمي العيش ده، عايزه تعملي سندوتش فلافل تستخدمي العيش ده وده موجود. اخواننا السوريين بنوجه لهم تحيه كبيره، متواجد بكثره. نيجي على الاطراف دي كده، العب ونشكل كده الاطراف دي كده، هو ده. وناخد دول مش عايزهم ونيجي هنا بالشكل ده كده على ثلاثه. تمام، هو ده كده اهو. ايه الفكره هنا يا شيف؟ يلا صل على الحبيب بقى، قلبك يطيب. حلو قوي، ايه الحلاوه دي يا ام غازي؟ ايه الجمال ده؟ بتجيبي الافكار دي منين يا واد؟ حلو، قرصيه حلوه كده. تمام، واخد يا عم الشيف الخلطه اللطيفه الحلوه دي كده وانزل بيها شويه. حلو قوي، على ثلاث مراحل كأنك بتعملي لازانيا. وجود البيض هنا عامل مهم جدا، الترابط والقوه. الخضار عينيه،
هو ده الكلام ده، عشان لما نيجي نقطعها بالسكينه. سؤال جدا الاستاذ المخرج ساله لي، العيش ده قاسي شويه غير الرقاق، غير عجينه الجلاش. شفت ازاي؟ وبعدين الطبقات دي انا هعمل خلطه دلوقتي هتنزل ما بين العيش وبعضه. طبعا اللهم صل على النبي، ونحط كده توزيع. انا بديك الفكره طبعا، وانت واقفه في المطبخ احسن مني بكتير. هتقفي بقى معكيش مخرج وهيسالك اسئله كتيره وعايز يشوف الاخر والجو ده. انت معكيش حد. شفت اللازانيا؟ واللقمه على قد الصينيه، سبحان الله. حلو، وناخد بقيه الخضره معاها بيض، معاها جبنه قريش، معاها فلفله ملونه، معاها بقدونس ناعم، معاها عروق البصل الاخضر. قيمه غذائيه عاليه جدا. فيها بروتين، فيها خضروات، فيها فيتامين سي، فيها بصل ينشط الدوره الدمويه. هناخد كل ده يا عم الشيف سريعا كده. عينيا، انا عايز بس اجيب اللحمه من الفرن عشان لينا واقفه معاها. في لحمه داوود باشا في الفرن، انا عايز الشوربه بتاعتها. اخد العجينه بتاعتي دي كده تاني. اللهم صل على النبي. كده كده يا عم الشيف، الله عليك، الله عليك وعلى والديك. ناخد الحته دي نصين نحطها هنا كده، ودي هنا كده. اللهم صل على النبي. ونجيب بوله صغيره كده. الله، يلا يا عم الشيف. معانا من المقادير، ركزوا معايا بقى، شويه سمنه بلدي اهو. الله، حلو. بنحط على السمنه دي يا عم الشيف شويه حليب. الله، تسلم ايدك يا عم الشيف. مع البهارات بتاعتنا، شويه ملح، شويه فلفل لطاف كده اهو، شويه سماء مش هيقول لا، بابريكا حلوه، فص ثوم محترم، بصلايه ناعمه حلوه، شويه بقدونس حلوين. وناخد الخليط ده يا عم الشيف كله مع بعضه كده بمضرب. عايزك في المطبخ شطوره زي كده. ونقلب ده. عرفت ليه يا مخرجنا يا جميل يا بتوع المدارس ليه مقطع العجينه، ليه مقطع الخبز؟ ونوزع الخبز ده كده، معلش، بمعلقه. حبيب هارتي. يا ويلي. درجه حراره الفرن عندي 180. هنطلع اللحمه من الفرن وندخل الصينيه الشقيه. اطلقت ليه عليها شقيه؟ لان فيها كل المحتويات وكل العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم على مراحل العمر. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ تتكلم مصري. خلينا ندخل الصينيه الفرن. الصينيه اهي زي الفل، زي ما هي كده بقى بوصفات. في درجه حراره الفرن عندي 190. دي مكانها فين يا شفيق؟ بالله عليك لو هتقول لي مكانها فين، دي هتتلف لك تكاوي وخدمه التوصيل مجانا. لا، في الارضيه. هو ده. يلا دلعها. النظره الاخيره لصينيه شقيه فيها البروتين، فيها النشويات، فيها الكربوهيدرات، فيها المعادن، فيها فيتامين سي. طب بص عليها وهي في الفرن كده، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. يلا بص عليها كده نظره الحب قبل ما تطلع من الفرن. اللهم صل على النبي. تعالوا مع بعض. ايه الصوره الحلوه دي من داخل الفرن؟ احنا بيهمنا الكرين يروح مطرح ما يروح. تعالوا نطلعها مع بعض، هنحطها هنا. اللهم صل على النبي، مكانها هنا. يلا، صينيه شقيه فيها بروتين حيواني اللي هو البيض والجبنه، فيها خضروات، فيتامين سي، الفلفله الملونه فيتامين سي، فيها كزبره وفليفر وبصل وتوم. يا ويلي يا ويلي على الصينيه الحلوه دي. يا ويلي يا ويلي، دلعها بالله عليك يا شفيق، بالله عليك، انت بتحبني انا عارف، ده اختراع. حلو قوي. تعالوا مع بعض نعمل الكاسات سريعا كده. اللهم صل على النبي.